حيث مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا ليتاح للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا. وكانت الحكومة قد أعلنت فرض حالة طوارئ صحية في ديسمبر الماضي مدة 3 أسابيع لمنع انتشار كورونا. ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته، إذ من المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة الأسبوع المقبل. وبلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب نحو 500,000 إصابة، توفي منهم أكثر من 9,000، كما وصل عدد من تلقوا اللقاح ضد الفيروس إلى 9 ملايين شخص من أصل نحو 36 مليون هم تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد بين الأسرع عالميا. ينضم إلينا من الرباط مراسلنا أنس رضوان. أهلا بك أنس. إذا تمديد لحالة الطوارئ الصحية في المغرب، ما هي ردود الفعل على هذا القرار والموجبات لاتخاذه؟ هل فعلا الحالة وصلت إلى هذه الدرجة؟ مرحبا. الآن يعني هذا هو تمديد آخر لحالة الطوارئ، وللإشارة فحالة الطوارئ هي الإطار القانوني الذي يسمح من خلاله للحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى لتدبير الوضعية الوبائية، وهي وضعية استثنائية في المغرب على غرار باقي دول العالم. الوضع وردود الأفعال حاليا يعني هي متفاوتة، ولكن في آخر يعني بعد رمضان حوالي أسبوع تقريبا كان هناك إعلان آخر للحكومة، على الرغم من الإبقاء لحالة الطوارئ كانت هناك تخفيف للإجراءات الصحية. تم تقليص مدة الحظر الليلي، حظر التجوال، ليكون من الساعة 11 إلى الساعة يعني إلى الساعة 6 صباحا، في حين كان في السابق من الساعة 8 إلى الساعة 6 صباحا، مع السماح بفتح المسابح، فتح المسارح، والقيام بمجموعة من الأنشطة الأخرى، مثلا إقامة الحفلات والأعراس. وهذا في حد ذاته هو انفراج، يعني سيمكن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية من ممارسة نشاطها كما كانت في السابق أو بشكل أقل، لكن بعد يعني توقف دام أكثر من سنة. هذه الإجراءات يعني خففت نوعا ما من الاحترازات التي كانت في السابق. الوضعية الوبائية هنا في المغرب يعني هناك نوع من الانفراج. الآن عدد الحالات النشيطة في المملكة حوالي 3,000 حالة، يعني مقابل 40,000 حالة كانت في السابق، وهذا يدل على أن هناك انحسار لرقعة انتشار فيروس كورونا. في المقابل هناك يعني عملية تلقيح متسارعة، إلى حدود ساعة المملكة أعطت حوالي 14,000 جرعة، يعني في المجموع ما بين 9 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية وحوالي 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية. هذه المعطيات يعني تنبئ او تتحدث يعني تحيل الى هناك انفراجة عامة في الوضعية الوبائية في البلاد، مما دفع الحكومة كما قلت الى تخفيف بعض الاجراءات الاحترازية، الا ان الابقاء على سريان حالة الطوارئ الصحية يرى فيها بعض المختصين وبعض الاطباء خصوصا وبعض يعني البيولوجيين انها ضرورة، لان الوضع يعني الى حدود الساعة ليس هناك يعني تأكد 100% ان لن توجد يعني حالة يعني موجات جديدة من انتشار الوباء، خصوصا وأنه في بين الفينة والأخرى يتم اكتشاف بعض السلالات الجديدة للفيروس، وهذا ما يبرر استمرار يعني فرض الحكومة لحالة الطوارئ، ما سيمكنها لا قدر الله يعني عادت الوضعية للانفجار مجددا أو للانتشار مجددا من اتخاذ ما يجب من إجراءات لحصر الوباء. لكن عموما الوضعية الحالية هي وضعية مبشرة، هناك يعني تخفيف في عدد من الإجراءات التي كانت سابقة، وهناك أيضا انحسار للفيروس واستمرار في عملية التلقيح. شكرا لك على كل هذه المعلومات من الرباط، مراسل التلفزيون العربي أنس رضوان.